وإذا كان من المناسب تعيين نائب رئيس جمهورية يعني ما هي المبررات وأسلوب اختيار نائب رئيس الجمهورية؟ دور الأزهر زي ما أتكلم دكتور محمد بيه، دور الأزهر محتاج مننا أن نفكر النص اللي يرد بخصوص الأزهر في الدستور كيف يكون مرجعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، نص واسع جدا لكن محتاج ضبط شديد جدا. بالنسبة لاختصاص المحكمة الدستورية لسه يمكن مسترة تهاني وصلت، هي مسترة تهاني الجبالي وصلت ويمكن تسمعني لا الترحيب المسترة تهاني مش كفاية أهلاً. كنت بقول إنه المشروع الدستور اللي عديته اللجنة العشرة فيه نص على إنه المحكمة الدستورية تختص بتفسير الدستور والقوانين. هل من المناسب إن المحكمة الدستورية تختص بتفسير الدستور؟ عاوزين نبقى نسمع رأيها برضو، لأن أنا في تقدير إنه المحكمة الدستورية إذا قامت بتفسير الدستور قد يكون هناك شبهة بأنها بتضيف حكم أو بتضيف يقينا توضيح نص في الدستور يعني بمثابة إضافة نص عليها. فطالما أن المحكمة الدستورية بتتولى الفصل في دستورية القوانين أعتقد أنه ده كافي جدا، بالإضافة إلى تفسير القوانين ذاتها تشريعات وليس الدستور نفسه. الموضوعات عديدة، احنا كل من واحد مننا بيحاول ان هو يقترح موضوع محتاج شيء من الضبط، لكن انا اللي انا عاوز اشير اليه انه زي ما قال الدكتور محمد ابو الغار انه كلما كان الدستور خالي من العبارات الانشائية اللي ممكن تطور الدستور من غير داعي بيبقى افضل كثيرا جدا. انا سمعت امبارح الأخ أستاذ محمد السلماوي وهو بيصرح عما تم في لجنة الخمسين، قال بيتكلم عن الكرامة الإنسانية وبيتكلم يعني شفت كده حسيت بأنه في عبارة إنشائية ستضاف. طبعا الدستور سواء بالنسبة للمقومات الأساسية والحقوق والحريات مليء بالكلام عن الحرية الشخصية وحرية المسكن وحرية الملك وعدم الاعتداء على شخص الإنسان إلى آخره، كل ده يدخل في التفاصيل اللي ممكن يطلق عليها أنها تحترم الكرامة الإنسانية. إنما كلمة الكرامة الإنسانية وتوضع في سطر طويل أو في جملة طويلة يعني قد يكون ده كلام إنشائي يجب أن ننزع عنه الدساتير.